تحذير صادر من نقابة الصيادلة القاهرة، بيقول ايه؟ انه الناس لا تتناول أدوية التطبيقات لانه أدوية التطبيقات بها سم قاتل، ولا تحصل على الدواء. عندنا هذا التحذير يا شباب، لا تحصل على الدواء الا من خلال الصيدليات فقط، وأدوية السوشيال ميديا والتطبيقات والعيادات قاتلة، ولا تحصل على اي دواء من العيادات او من خلال التطبيقات او الانترنت او اي مكان اخر غير الصيدليات. ايه الحكاية؟ انتوا عارفين احنا ما شاء الله علينا يعني المريض بيتحول لطبيب، يعني اي مريض يتحول لطبيب ويبدا يوصف، فتقول له انا مثلا عندي صداع يقول لك خد كذا، طب انا معدتي يقول لك لا خد كذا، القولون لا خد كذا، فكل مريض يتحول الى طبيب ويبدا يوصف الدواء، والناس بتروح تجيب الادويه من اي مكان. طب عن هذا التحذير خلونا نستمع من دكتور محمد الشيخ نقيب صيادله القاهره. دكتور محمد اهلا بيك يا فندم. مساء الخير على حضرتك يا دكتور وعلى الساده المشاهدين. يعني انا قلت مهم ان احنا ننوه عن هذا التحذير الهام والعاجل، لانه في تقريبا فوضى دواء، فوضى تناول دواء او شراء الدواء. يعني ايه اللي ورا هذا التحذير وتقول ايه للساده المواطنين؟ يعني انا بشكر حضرتك طبعا على اهتمامك بالامر، لانه يعني بينال من صحه المصريين كلهم وامر يهم كل الناس. يعني يمكن الموضوع بدا من ايام كورونا وسيل من التطبيقات والأدوية اللي بيتم الإعلان عنها على السوشيال ميديا، سواء أدوية محلية أو أدوية بيقال إن هي مستوردة بتيجي بطرق مش رسمية، أو أدوية الله أعلم بيها يعني طبعا مشكوك في صحتها وسلامتها أصلا فارس. طبعا الموضوع كان ما كانش فيه عيادات، ما كانش فيه مستشفيات، ما كانش فيه وسائل تواصل، فطبعا ده خلى الموضوع ده ينتشر بشكل كبير جدا. يمكن بدايه حضرتك تعرف ان الرقابه على الصيدليات بتكون من قبل التفتيش الصيدلي اللي بيراجع على الادويه والفواتير وارقام التشغيلات والتواريخ وطريقه الحفظ والسعر، كل التفاصيل، كل ما هو يخص الدواء يكون التفتيش الصيدلي بيراجعه. ولو التفتيش دخل في اي وقت من الاوقات لم يجد صيدلي، في الحال بيعمل محضر غلق للصيدليه. تمام. فطبعا الكلام ده يبقى اذا المكان المرخص فيه الوحيد في الماده 71 والماده 75 لبيع الدواء للجمهور هي الصيدليه. يعني ما ينفعش مكان اي مكان تاني يبيع دواء للجمهور في القانون المصري غير هذا المكان فقط المرخص به واشخاص معينه للتعامل في هذا الموضوع. تمام. الفتره الاخرانيه بعد كورونا وجدنا الموضوع انتشر بشكل كبير، بعض التطبيقات الالكترونيه اللي بقت تطلع طبعا ده موضوع، وتم نقابه الصيادله اتحركت في هذا الملف وصدر حكم. يمكن انا بعت الحكم عند حضرتك ضد احد هذه التطبيقات بالغلق الحكم ده بالتطبيق، ومنح نقابه الصيادله حق التعويض المدني من المحكمه الاقتصاديه. اصحاب من اصحاب التطبيق ده. ايوه يا فندم. احنا عندنا صوره الحكم يا شباب، يا ريت لو يبقى معانا. اتفضل يا فندم. ده جزء، فده طبعا القضاء المصري العادل هو طبعا اقر بهذا المبدا. يمكن الجزء الثاني، احنا طبعا عندنا الجزء الثاني اللي موجود عندنا عيادات الاطباء ومراكز كمال الاجسام وغيره، بعض الاطباء طبعا مش هنعم الموضوع، لكن بعض الاطباء وخصوصا ادويه التخسيس وما يسمى ببعض الادويه الثانيه الخطيره التجميل، اعداد التجميل، وبعض المراكز الخصوبه اللي بيطلق عليها المراكز الخصوبه اللي موجوده دي، وبعض الاماكن اللي بتتناول ادويه الاورام في بعضها بياخد الادويه بيجيب ادويه، ودي ليها مصادر بتيجي الدواء ديت الله اعلم بمدى صحتها، ممكن تيجي عن طريق بعض الدول، بتيجي مهربه بشكل غير رسمي غير خاضعه لاي رقابه. الحاجات دي بيتم اعطائها للمريض على ان احنا بنجيبها الاطباء بيوحوا للمريض اللي موجود اللي بيتعامل معاهم على ان الادويه ديت دي حاجه خاصه بيهم وحاجه مش موجوده اللي عندهم. وطبعا الحاجات دي لا فيها اي رقابه ولا فيها اي حاجه، وقد تؤدي الى بعض يعني حالات وفاه مضاعفات خطيرة. ويمكن احنا عندنا في مركز كمال الأجسام أحد الممثلين المشهورين اللي من سنتين أو من ثلاث سنين طبعا توفى نتيجة أخذه حاجة زي كده. فاحنا طبعا الأمر ده كان الفنان ممدوح أبو عليم يا فندم؟ لا، ده كان الله يرحمه الفنان هيثم أحمد زكي. لا قولي تفصيلة الحكاية دي لأنه ناس كتير ما تعرفهاش. يعني هيثم أحمد زكي توفي بتأثير دواء خده في يعني إحدى قاعات الجيم. آه.
فطبعا ده اللي طلع ساعتها، وده طبعا في حد ذاته احنا عشان كده بنحذر، مفيش اي دواء يتاخد الا طبيب يوصفه ويتصرف من صيدليه. اما الفوضى اللي موجوده اللي شغاله الايام دي، طبعا ده كلام يعني يجي ناس يعرضوا على السوشيال ميديا ويقولوا يعني ادويه جايه من جايبينها من الخارج او بعض العيادات او بعض المراكز، ده كلام طبعا صحيح صحيح، كلام يعني فيه خطوره كبيره جدا على صحه وسلامه المواطنين. وانا يعني من خلال المنبر بتاع حضرتك، رساله حضرتك، انا رساله انها طبعا الحكم اللي طلع ده يجب ان يبقى فيه تعاون بين هيئه الدواء المصريه وبين مباحث الانترنت لغلق هذا التطبيق اللي لسه شغال لحد النهارده، على الرغم ان الحكم صدر في 26/6/2021، الحكم ما زال. ده حكم ضد تطبيق اسمه صحتك، مش كده؟ بالظبط يا فندم، بالظبط يا فندم. ده جزء. الجزء الثاني ان لازم يبقى فيه دور مهم جدا لهيئه الدواء المصريه ان هي تقف وتحذر الساده المواطنين من هذا الكلام، وتتخذ اجراءات ضد الشركات اللي ممكن توزع الدواء بتاعها خارج الصيدليات. لابد يبقى فيه يعني اجراءات حاسمه وحازمه ضد هذه الشركات. اي منتج هيلاقوه في احد المراكز الخصوبه او الامومه او الحاجات اللي مشابه بهذا القبيل او مراكز او عيادات او غيره بالتعاون مع العلاج الحر، يتم غلق هذه المنتجات او شطب المنتج ده. لو منتج واحد بس للشركه دي اتشطب، لا يمكن الكلام ده هيتكرر ويسمع عند كل الناس. فلا بد يبقى في تحذير قوي وشديد اللهجه من هيئه الدواء المصريه بالتعاون مع الاجهزه المسؤوله ان احنا نظبط سوق الدواء. كمان القنبله الموقوته الثانيه من خلال منبر حضرتك، الادويه المنتهيه الصلاحيه اللي متراكمه في الصيدليات دي، كميات كبيره جدا جدا موجوده، دي قنبله موقوته. لو جينا طب هو ما فيش رقابه يا ست نقيب؟ يعني احنا عندنا في مصر دلوقتي في كميات كبيره من الادويه المنتهيه الصلاحيه في الصيدليات؟ بالظبط يا فندم، ده دي موجوده مركونه مش بتتباع، يعني مش بيتم تداولها. لكن الموضوع الادويه الموجوده ديت طبعا لو انا جيت افرغها في الصرف، ده طبعا ده الصرف دلوقتي بيكرر وبيعاد استخدامه مره ثانيه، بيبقى فيها خطوره على الكائنات الحيه اللي موجوده. او لو انا جيت اتصرفت فيها، بعض الناس بياخدوا الحاجات ديت ويروحوا يعني ياخدوها ويعيدوا تدويرها مره ثانيه وينزلوها في بعض المخازن والتطبيقات اللي موجوده ديت وبعض العيادات، وده طبعا فيه خطوره كبيره جدا. فانا من خلال منبر حضرتك انا بدعو هيئه الدواء المصريه تتحمل مسؤولياتها وتقف وتجبر الشركات على انتهاء هذه المرحله، ونشيل كل الادويه المنتهيه الصلاحيه، لان ده كله بيعود بشكل غير مباشر على المريض وعلى اقتصاديات الصيدليات اللي موجوده. فهنا يعني وانا كان في مقترح ليا، يمكن انا تقدمت بيه لمعالي وزير الماليه من اسبوعين واتكلمت في الجزئيه دي، بحيث ان احنا الادويه اللي موجوده دي كلها نشيلها ويتم اعدامها عن طريق الشركات، والشركات تعوض بيها صيدليات مره ثانيه، ويتخصم الحاجات ديت التكاليف بتاعتها من الضرائب بتاعت الشركات في نهايه السنه. يمكن معالي وزير الماليه مشكور، الراجل يعني كلف لجنه من المستشارين بتوعه المساعدين لفحص الاقتراح، يعني بان هو يهتموا بالامر. لكن يتبقى دور هيئه الدواء المصريه، لابد يبقى لها دور كبير جدا في هذا الملف، تقوم بمسؤولياتها، تحذر المواطنين، تاخد اجراءات عنيفه ضد الشركات اللي موجوده، تخلص الادويه المنتهيه في الصيدليات، يبقى لها دور كبير في التوعيه بجانب اجراءات اشد صرامه واشد قسوه ضد التطبيقات الالكترونيه وضد اي شركه بتمارس حاجات خارج العيادات. صحيح، اشكرك جدا دكتور محمد الشيخ نقيب صيادله القاهره.